إذا طاف الإنسان 4 أشواط ثم قطع الطواف من أجل الصلاة والزحام ثم أتمه بعد ذلك بعد 25 دقيقة من الفصل، فما حكم هذا الطواف؟ هذا الطواف قد انقطع لطول الفصل بين أجزائه، لأنه إذا قطعه من أجل الصلاة فإن المدة ستكون قليلة. الصلاة لا تستغرق إلا 10 دقائق أو ربع ساعة ونحو ذلك، أما 25 دقيقة فهذا فصل كثير يبطل بناء الأشواط بعضها على بعض. وعلى هذا فليعد طوافه حتى يكون صحيحا، لأن الطواف عبادة واحدة فلا يمكن أن تفرق أجزاء وأشلاء ينفصل بعضها عن بعض بمقدار 25 دقيقة أو أكثر. فالموالاة بين أشواط الطواف شرط لا بد منه، لكن رخص بعض العلماء بمثل ما قلت صلاة الجنازة، صلاة الفريضة، التعب ثم يستريح قليلا ثم يواصل، نعم. وما أشبه ذلك. نعم. طيب بارك الله فيكم.